بونسوار سامي. أنا منيحة سامي، عندي مشكلة بدك تساعدني. أوكي عيسى بكرة. ميرسي سامي، عشان ميرسي. ايه فؤاد، يلا التاكسي تحت والغراض صاروا فيه، جاي لعندك. قولي نيكول. سامي بعرف انك زعلان مني. أنا؟ ليه بدك تكون زعلانة مني؟ إنه من وراي دانا تعرفت على نبيل. أنت ما خصك بهذا الموضوع، وأنا مش زعلان منك. قولي. أنا بعرف إنه فيك تمون على دانا لو إنه تركتوا بعض. مين قال لك تركنا بعض؟ نبيل قال لي إنه تركتوا بعض. ورجعنا. رجعت لها من بعد ما ظهرت مع نبيل. ايه هالقد بتحبها؟ طلبت مني ساعدك. قولي. كنت مفكرة انكم تاركين وانه هي ونبيل سوا. قلت بركي بتحكيها لتتركه، بس بما انه تركته يعني صار فيه يتجوزني. بدك تتجوزي نبيل من بعد اللي عمله فيك؟ ايه. نبيل مش خارجك نيكول، بعد عنه رح يأذيكي. ما فيه نيكول، انا عم بنصحك كخي مش تنتقم منه. اذا انت عم تنصحني انا بدي انصحك كمان. دانا بنت مصلحجية وما بتحب إلا حالها، كذابة وأنانية. عرفتني إني حبلي أخدته مني وما فرقت معه. حبلي؟ إيه حبلي سامي، حبلي من نبيل. إذا ما تجوزني ما بيبقى لي إلا حل واحد. فرجيتها صور الإيكو وما سألت، قالت لي كيف تعملي هيك عملي. ما بعرف كيف بدك تتجوز هيك وحدة، ما بعرف. إيكو؟